بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في حوار مع صديقي الحائل. وصلنا في آية بتتكلم على كيف أنكر اليهود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن ربنا بينقل بشهادة المهاجرين اللي هم بشهادة أسف الأنصار اللي هم الأوس والخزرج، ان اليهود كانوا بيستفتحون على الذين كفروا. كان ربنا سمى الاوس والخزرج في وقت في زمن من الازمنه كان اسمهم الذين كفروا، عشان يبين لك قد ايه الاسلام غير كافرين، غيرهم بقوا من النجوم العالم ومن المؤثرين في الارض، وممكن يكون اهل كتاب معاهم كتاب. وللاسف نتيجة ان مفيش تقدم، مفيش حفاظ على التغيير والتطوير المستمر، فتلاقي النتيجة في الاخر انه بقى من اجهل الجاهلين، وبقى سبب لانتشار الظلم في العالم، وسبب لانتشار العدوان في العالم، ورمز للفساد والقتل وسفك الدماء. لكن الحقيقة انا هكلمكم على منظور تاني مهم جدا جدا جدا. فكرة ان يهود كان نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه نظرة نازل الارض ليعاقب الكافرين. خلي بالكم من الحكاية دي، كانت نظرة انه يستفتحون على الذين كفروا، هي المقصود منها ان هم يقولوا ان احنا هيفتح لنا بمحمد ونقتلكم به قتل عاد وارم، وده في السيرة، يعني صدقا ده في السيرة هم قالوا كده، سنقتلكم به قتل عاد وارم. لكن حفاظا على وحبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاتش الآية يقتلون الكافرين بمحمد، قال يستفتحون به. على معنى من معاني الفتح اللي كانوا بيقولوها يهود، أن يفتح لهم ويكونوا هم سادة المدينة بقتل الكافرين، بقتل الأوس والخزرج. فربنا بيقول أن القرآن بيغير وأن الدين بيغير من حال إلى حال، وان ممكن واحد يكون ما عندوش اي فكره قبل كده عن الدين، ومجرد بس ما يتقبل الهدى يتغير تماما 180 درجه. وكذلك فعل الدين بالاوس والخزرج وباهل المدينه، فصاروا من اعظم الناس، وصاروا من اطيب الافئده في الكون، وصارت المدينه نورا يغشاه نورا بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضيه ان انت تكون عندك علم مش هي القضيه الاساسيه، خلي بالك، لا، انت لازم يكون عندك علم واستشراف للمستقبل، شايف المستقبل، لا، ومش بس كده، علم به رحمة، مش علم به غلظة، مش علم به عقاب. وده اللي بيخلي الأمم تستمر، وده اللي بيأكد ليه استمرت حضارة الإسلام فترة طويلة أكثر من 1000 عام. لأن حضارة الإسلام قائمة على الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الرحمة. يمكن الآية دي بتقول لي يهود، او بتقول لنا كلنا، ليه القرآن ابتدى ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ليه الفتح الحمد لله رب العالمين؟ ليه الآية قالت حصرا وقصرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين؟ لان ظن يهود، نتيجة فساد القلوب، نتيجة نقل الشيطان لفكرته الى يهود وغيرهم، ان محمد عقاب للارض، وان الله يريد ان يعاقب هذه الارض، وان الله يريد ان يعاقب الناس، وأنه لا ينزل رحمات. هذا التصور السيء عن الإله هو سبب لمفسدة كبيرة، منها انتشار عدد الكافرين، منها انتشار عدد كبير جدا من النون بيليفرز وغير المؤمنين أصلا، وشتات الأمر. على عكس سورة الكهف، وهي بتقول لا، حتى إذا كان الأمر فيه قسوة في بدايته، إنما هو رحمة في نهايته. ولذلك ربنا قال أتيناه رحمة من عندنا، الكلام على الخضر. فدروس كثيرة جاءت لبني إسرائيل، أنا الله رحيم، أنا الله رحيم، أنا الله رحيم. وإن كانت القسوة قد تكون تربية ليست عقابا. خلي بالكم الناس دايما، لأن الشيطان، السؤال برضو ليه، يعني كله دايما السؤال ليه، لأن الشيطان استطاع أن ينقل رسالة لبني آدم أن الله ليس رحيم، نتيجة عقاب الشيطان في عقابه بعدم دخول الجنة، وعقابه بأنه طرد من الجنة. فبدأ ينقل رسالة لآدم عشان يبوظ آدم وبنيه، أن ربنا مش رحيم،
وان كل شويه هتلاقي عقاب، وده اسمه التألي على الله، وده اسمه التألي على الله على فكره. لان الراجل سألني سؤال مهم، قال لي طب وده موجود في المسلمين؟ قلت له طبعا، انت هتجد كثير من المسلمين بيتألى على الله وبيفسر الاحداث على مزاجه، ويميل لتفسير العقاب اكتر من الثواب. يعني ما فيش واحد ما مرضش مثلا، ما تسمعش واحد يقول له اه ده من اللي عمله زمان، اهي تخليص ابدان، اهي مش عارف ايه. ما فيش زلزال حصل في الارض الا لما نحط دايما فكره ان ده، مع ان الزلزال لما تقعد تقرا عن الزلزال قد تجد ان هو بيعمل انتعاش للارض وبيحرك الـ الارض وبيجعلها اكثر خصوبه. اه بيحصل شيء من الـ يعني من الـ زي ما كنا من الاعراض الجانبيه، لكنها حاجه مهمه لتغيير طبيعه الارض. وبعدين بيعلمك ازاي تستعد للزلازل، زي ما عملت اليابان بيطقوا سياره وهكذا. فالانسان، وارجو ان احنا نغير المفهوم ده، يميل دايما لتفسير الاحداث اللي ظاهرها الشر انه شر من الله، وانه انتقام من الله، وانه يعني عقاب بانشمنت من الله. هل السفينه لما خرقت هل هي كانت بانشمنت؟ هل الولد لما قتل هل ده كان بانشمنت؟ هل الجدار لما بني هل ده اصلا كان خير قدم لهذه القريه؟ فتبقاش سطحي. لكن اكتر صفه مميزه من غلف قلبه انه شايف ان الله سبحانه وتعالى كل يرسل رسائل لهذا الكون عقابا، ليست رسائل هدايه، ليست رسائل هدايه. لفت نظري، احب اقول لكم عن الكتب اللي بقراها يعني عشان تبقوا برضه معانا في الصوره، في قضيه اللي عارفين ما وراء الطبيعه الدكتور احمد خالد توفيق، في الاسطوره بتاعت النداهه. الاسطوره بتاعت النداهه بتقول ان، بيقولوها دايما في الارياف عندنا، النداهه دي واحده بتنده الشباب الصغيرين الرجاله، يعني تندههم يحبوها وبعدين تاخدهم تقتلهم. اسطوره موجوده. لفت نظري انه الناس مصدقه الاسطوره على انها عقاب من الكون، مش هنقول من ربنا، عقاب من الكون وخرافه من الخرافات، لا صدقت. فاستغلها بعض الناس في الروايه دي اللي اراها منكم، اللي هو الطبيب ده اللي كان هو اللي بيجيب مراته تعمل نداها وبعدين يخطف الرجاله ويعمل لهم تجارب. خلي بالكم، الشيطان عمل لنفسه جيش من الانس زي ما قلنا المره اللي فاتت. طيب الشيطان رسالته لينا ان اي شيء ظاهره الضرر هو عقاب، ملوش اي فايده غير انه يكون يعاقبك. ونقل رسالته لليهود ان محمد عليه الصلاه والسلام، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، محمد اسمه محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عقاب للارض، عقاب للكافرين من الارض. وربنا يقصر ويقول وما، ويرد ويقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ولذلك يهود ما نالتش شرف لم تنل شرف اتباعه صلى الله عليه وسلم، لان ازاي قلب قاسي زي كده شايفه ان عقاب يؤمن بيه. والكافرين اللي هم ما عندهمش كتاب امنوا بيه، نتيجه انه ان يهود كانوا بيقولوا ان ده زمن هيجي فيه نبي، فعلموه وآمنوا به وتربوا على يديه وصاروا من الأنصار بعد ذلك. فالناس دايما الشيطان له رجاله، وأكبر رجاله في الأرض إلى الآن يهود. لكن خلي بالكم في ناس تانية التألي على الله، وفي ناس تانية إنها تخلي الناس تصدق الشر وتستغل الشر، ده زي قصة النداهة دي. كان بيعمل ايه الطبيب؟ كان بيجيب حقن ويحقنها للمرضى بالفينوباربيتون عشان يبقى عندهم كونفيوجن، عشان يقولوا ان النداهه ندهته، وبعدين يخطفوا عليهم تجارب. كل الاساطير دي مش الايات بتقول وقالوا ان هو الا اساطير الاولين؟ اهي القصص الاوليه دي. لا، هو مش كده خالص، هو عكس كده تماما. اسطوره الذئب اللي هو الرجل الذئب، عارفين رجل الذئب؟ الراجل اللي بيتحول ذئب ده، برضو البلد دي مصدقه في الاسطوره دي، مع انه في الاصل ده مرض اسمها بورفيريا، وبتخلي الاظافر تطول شويه والشكل يتغير شويه. فالناس صدقته ان ده مش ان ده ان لا ده رجل الذئب، ده ذئب بيعض واحد فيحوله ذئب.
ما حاولش تتعامل معاه لانه مرض ويتعالج، وان هو بيعلمك المرض بيعلمك فن الطب وبيعلمك التداوي، واي حاجه بتنزل الارض ظاهره العقاب هي الغرض منها التعلم. فبرضه استغل بعض الناس سذاجه بعض الناس الاشرار وبداوا ينشروا هذه الاسطوره بين الناس ويقدروا يعاقبوا بعض بالطريقه دي. فخلي بالكم يعني مش وانت بتقول له اشهد ان محمد رسول الله لازم تفتكر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ليه؟ لان زي ما سالني صديقي رساله سيدنا محمد كانت ايه، كان ايه معنى الفتح؟ معنى الفتح هو اذهبوا فانتم الطلقاء، خلاص لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. معنى الفتح الوفاء اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب مفتاح الكعبه والدال اللي كان للقبيله اللي كانت بتفتح الكعبه طول عمرها. لا يمكن اعمل كده، لا يمكن يكون العقاب، لا يمكن يكون نازل صلى الله عليه وسلم عقاب للارض، نازل رحمه، نازل كرم، نازل وفاء، نازل خير، نازل حب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نازل ينشر هذا الفكر. فصار الكافرين اللي الآية كافرين صاروا أنصارا، وصار أهل الكتاب أعداء، لأن الظلم إذا غشت القلوب تعلمت أن الله يعاقب، يعاقب من خلقه. أما النور إذا غشى القلوب والرحمة إذا دخلته اتسع، فصار متصفا باسم الله الواسع، الكل على قدره، الرب على قدره، والعبد على قدره. فمن أصل الإيمان بمحمد أن تؤمن أن الله أرسله رحمة للعالمين وللعالمين جميعا، للمؤمنين وللكافرين، لأهل الكتاب ولغيرهم. فلذلك لا تستعجب إذا صار من قال عنهم القرآن يستفتحون به على الذين كفروا، هم أصل نور هذا الدين. وده جمال الدين، ان يقدر يغير القلوب اللي كانت كافرة تماما لتصوير ناصرة تماما. بكرا ان شاء الله نشوفكم ونكمل مع الآية.